صباح الخير لافامي الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو جديد. عيطوا لي الاصدقاء ديالي نتاع تما السيمانه اللي دازت، لحقتكم فيديو ودايرين شي مفاجاه، ماني عارف شنو هي المفاجاه. غادي نروح لهنا ان شاء الله، غادي نشوفوا بزاف حوايج زوينه ان شاء الله بحال داك النهار. مانيش عارف هاد المفاجاه، المهم خليكم معايا تنكتشفوا هاد المفاجاه ديالها. داري عباس محسن، احنا غاديين للمكان كيف العاده، غادي نعينوا الدراري تما. كيما قلت لكم مفاجاه، غادي مازال ما عارفين المفاجاه اسمو هي. عاد راه جاي حمزه والطبقه، احنا غاديين للبلاصه. واش ام حسين؟ احنا ودي اخويا المريني، الله يحفظك. كلشي مليح؟ كلشي من برا الحمد لله. عباس تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يحفظكم الدراري. الجو هو تبارك الله ديال تركيا صافي. لا داك الجو صافي زكالك. جو ماشي تركيا، الجو هذا جو عالي. جو المغرب، جو المغرب. جو المغرب، تبارك الله، الغابة والدنيا والحال القضية مربعة. المهم الجو زوين صافي. الجو ديال الراحة والسياحة. المهم الجو ديال الخرجة كيما نقولوا. وحنا كنساينوا الدراري هنايا، محسن. اش كدير مازي؟ كنساينوا الدراري هنا يجيو عندنا كما العاده، كما دوزناها السيمانه اللي دازت ابلاصه النار ان شاء الله. المهم كما قلت لكم مفاجاه، مازال ما عارف المفاجاه اسمها، غادي يديروا اليوم في الغداء. خليكم معايا باش تعرفوا اسمها، غادي نديروا في الغداء اليوم ان شاء الله. الجو كما كتشوفوا تبارك الله، شوفوا الجو كي داير. هاد البلاصه هادي واعره، الغابة والجبل. المهم ديكور كراسة كما كتشوفوا، دايرين الكراسة للناس فين كيجيو هنايا، اللي بغى يتغدى يجي. البلاصة مسقفة على حسب الشتاء. العربي جا، والعربي تبارك الله، العربي كما كتشوفوا العربي ها هو جا. اللهم بارك الاودي. مشي 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 يا بني ذا هطوش. تبارك الله اخويا العربي، حل العربي نشوفوا الدور. لاباس عليك؟ الله يحفظك. راك مليح؟ اللهم لك الحمد، دير الامور كلشي يعني انت مزيان. صباح النور. البحري تا هو والتحق بينا البحري. ولا شو واش شديتش المجد؟ هاي مصطفى خويا عبد الله هانيا البحري، ولكن شفنا الجروب البحري. كل واحد جاب البلاطه ديالو هنا. تعجبني صافي الكلمات في البلاصه كلشي. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير، شكرا. تهامي العربي حمزه. السلام عليكم عبد الله الزين. شكرا صاري. هو حمزه بلوك، حمزه اسبانيا بلوك. السلام عليكم. كما كتشوفوا الدراري كله جاب اللوطو ديالو هنايا، غندوزوها ان شاء الله واعره. واش خويا حمزه؟ الله يحفظك اليوم ديالك. تبارك الله سي حمزه. الله يعطيك الخير. حمزه الزين، دخلوا عند حمزه. الله يحفظك. حمزه اسبانيا بلوك. اسبانيا بلوك. تحية للجميع. اللهم بارك. المفاجأة نهاركم برو. المفاجأة في الكفر. مفاجأة هي هي. اللهم بارك. حوليك بالحجم الكبير إن شاء الله مشوي. الشواية الهواء. الدراري هما هنايا كيتدافزوا. الله يدير الخير. تقوا مولاكم، تقوا مولاكم. هذا راه كاين المسكين اللي ما هو خويا. هاكا خويا هو عندك. ها انستغرام ديال محمد تاع تيك توك. كيما كتشوفوا الدراري ماشي بريباري.
نشوفوا الطوموبيل ديال المرينا شنو فيها. كما كتشوفوا الشوارع هادو شي طافي لا ما طابش وتحيدوا العيبات الشبهه. ها التريبود عاوتاني ديال الناس المحترفين. هذا التريبود ديال اليوتيوبر. اه طابيط الحال هنا كتبان الاحترافيه ديال اليوتيوبر ديالنا. صافي راه غادي غادي اه راه غادي غادي انا كيبان لي يوصل ضروري غادي يكون شي بارطاجي كما كيقول الاخ مبارك العربي. بارطاجيو بارطاجيو حمزه حكيم تبارك الله على خويا منيني ها هو تليفونك. ها اليوتيوبر الجديد ديالنا حتى هو اللي جاي عنده انطلاقه زوينه. اليوتيوبر حمزه فيلوغ بركه بركه. علي وحمزه بلوك حمزه اسبانيا بلوك. شنو كتوجد اخويا حمزه؟ والله ان شاء الله حنا كندور لا ميزون بلاس. تبارك الله على الدراري. مزيان محمد تيك توك محمد اجي عاوني اجي 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 خويا حكيم تبارك الله عليك. خويا عبد الرحيم الزين اليوتيوبر ديال كاستي ماروكوين كاستي مصر. الله يعطيك الخير. انا صدمني النجاح في هذا المسار. الله يعطيك الخير. شكرا. اقعد راك داير عبد الغفور. جلسه شاب راك داير. اه واه. هذا الطبعه موجوده كلشي فوالا. كلشي موجود تبارك الله. النار هي كتوجد. كلشي خدام تبارك الله. عبد الغفور تبارك الله على خير. عبد الغفور ها هو عبد الغفور فيها حتى تشوفوا شوفوا الدراري. ما تنساوش لايك اشتركوا في القناة عند المريني بلوك. محمد تبارك الله اخويا محمد. لا لا ما ناسيكش اخويا محمد. لا نساك الموت اخويا محمد. عجيبه بلايصه زوينه تبارك الله. نهار مشمش مهاجمين ضيعوا بزاف ديال الفرص. ما كاينش الفعاليه في الهجوم. وسط في اللاعبين ما كيفرقنيش من اللي كيدافع عليك مزيان. الحارس مزيان المدرب ما ديرش الدور وبالنسبه وبالنسبه للاعبين اللي كان يقحموا ما قحموش مقابله رحيمي هو رقم واحد. رحيمي شوف الرحيمي هذا خطا فرصه. الرحيمي بمعنى انه دخل النصيري مزيان ولكن النصيري كان ما عندوش ماتشات في رجليه. بزاف نقص الجايز بينالتي. كاين واحد السيغي هضرنا على بينالتي بعدا من بعد وزياد السيد هذا سي عباس هضرنا على بينالتي غادي يحل لنا بينالتي.
واش يبان لي انا مقابله مزيانه لا يلعبوا بغيت الفعاليه ديال الهجوم ما كايناش وما نقدروش ناخذوا بعين الاعتبار هذا الماتش خاصه المنتخب ضعيف ماشي بالمستوى ديال المنتخب نقطه مهمه هذه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ندوز لواحد المشجع اخر ديال المشجع هذا سبركان مشجع المولود ديال المجديه ضربة جزاء ضربة جزاء ما كانش يمثل عليها المهاجم ضربة جزاء كيتيها المدافع كنتعطى فرصة يديرها أشرف حكيمي ولا غانم سيس مرحبا هذا رأيي ضربة جزاء وبالنسبة للهجوم شنو بالك في الهجوم؟ الهجوم كان دخل كان عليه دخل الرحيم ديما كنتسنى الرحيم يعني الهجوم يعني الهجوم كانوا محاولات ولكن افريقيا وكيعرف اللاعبين ديال الأفارقة مزيان وكان عليه يعطيه فرصة هادشي اللي كاين معنا السي عبد العالي هو مشجع ديال المولود ديال وجديه لا ديال نهضه بركان مشجع ديال نهضه بركان عفوا الجمهور العزيز الكريم السلام عليكم السلام السي عبد العالي شنو بغيت المقابله كاين انطلاقه ديال التوريج كاين نهضه التوريج عندنا تاعنا جوج انت كنت لاعب كنت لاعب في النهضه ديال التوريج لاعب سابق معكم السي عبد العالي دولي سابق ديال نهضه التوريج ديال نهضه التوريج مرحبا اش من مركز انت كتشغل السي انا كنشغل جميع المراكز لا بالخصوص ديال ما كان شي واحد ما جاش انا قال الناس ديما يعني مايسترو ديال الفرقه نقدروا نقولوا يعني انك اما بالنسبه للمنتخب انا يبان لي منتخب ضعيف نقدروا نقولوا لك انك ضعيف جدا لا يوجد هجوم لا دفاع الدفاع مازال ما اختبرناش هو الحل كانت اهلنا ولو تاهلت مازال المنتخب ديال المغرب مازال ما شفناش المنتخب ربحنا غانا ليست غانا ديال زمان هذه غانا ليست غانا ديال زمان كلام صائب نجوم الفريق المنتخب الوطني يجب انه يتكلم اللغه العربيه شكون اللاعب اللي كان خاصهم انه يتكلم اللغه العربيه جيدا البطوله بالنسبه للجو الجو ديال الحراره المرتفعه والرطوبه شكون فيهم وهذا اللاعب ديال اوروبا ما يقدروش ديك الحراره وبارطاجي وجهتي المرحله السلام عليكم شكرا بارطاجي الله يعطيكم بارطاجي خويا حمزه خويا حمزه بالنسبه للبدر بن راه مصاب ما يقدرش يقول عنده مشكل في القلب لا هذاك عنده مشكل في القلب بصح بالنسبه لاشيك ندير له الرحمه خاصو يعطيه فرصه الرحمه مدرب وجميع
حاولوا تجمعوا كامل المرا الحوليه. سلام 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 حمزه مني. حكيم كما كتشوفوا هذا عبد الغفور مصطفى خويا العربي تبارك الله عليك، محسن محمد خويا بجيج الحولي كما كتشوفوا هو باقيلوش باقيلو غير شي شويه، خويا عباس تبارك الله نسيت تبارك الله عليك، حميد تبارك الله على حميد توفيق توفيق هذا التحق بينا من الخدمه، غادي نمشيو للطابله الاخرى نشوف واش كاين. عبد العالي قلنا اسمه في الطابله، قلنا اسمه في الطابله. هذه الطابله كتتواجد بها الطماطم والبصل. زيد البصل ديال كويكه. زيد زيد سير الطابله الاخرى عاود. هذا الخبز ديال الفراد. هذا بحال بحال سير. هذا الديسير كما كتشوفوا. التفاح على العنب على كل شيء موجود. حيد اللغه العربيه كاع ما تهضرهاش. اللهم بارك. خويا حمزه هذا حمزه. حمزه اسبانيا بلوك. هذا هو رئيس الفرقه. تبارك الله على خويا حمزه. الله يحفظك خويا. هذا هو الرئيس ديال الفرقه ديالنا. هذاك هو هذاك هو الرئيس ديال الفرقه ديال الفريق ديالنا. ديال المجموعه الشوايه. والشهيوات في الطبيعه. هنا خويا عند البرنامج ديالنا ماستر شيف، غادي نسموه ان شاء الله من القدام ماستر شيف اوروبا في الطبيعه ان شاء الله. ان شاء الله. ابسط وبالحوايج اللي هما بدائيين ديال المغاربه. ونتمنى من الله يعطي للمشاهدين شي صوره من جديد على الحوايج. واه وتحيه لك سي عبد الرحيم. الله يحفظك خويا. يحفظك خويا التوفيق ان شاء الله مسيره موفقه. الله يعطيك الخير. شكرا. الشيء ديال النقل والشيء ديال السعر والمونتاج. شكرا. تزيد من الجوم. على ذكر السي عبد الرحيم فهو لازال شاب. شكرا. ولا شاب الى 53 عاما. لا زيدها. خلي حمزه يهضر. حمزه خلي حمزه اللي كيعرف يهضر. سكت. حمزه مازال شاب ان شاء الله قدامه مستقبل كبير، نتمنى لك ان شاء الله حظ موفق في هذه المسيره. الله يعطيك الخير اودي السي حمزه. شكرا. دخلوا عند خويا حمزه. دخلوا عند حمزه. عرفتي علاش السي عبد الرحيم؟ لكي تعم الفائده على الجميع. الله يعطيك الخير. اللهم لك الحمد. هنا ما كنجيوش عطينا واحد الصوره، ما كنجيوش هنا كنجيبوا مثلا الخمر ولا كنجيبوا شي حاجه. لا 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 شي حاجه اللي لا هنا كاينين الناس كيأديو الصلاه في الوقت، كنتغداو وكنمشيو ضاحكين كندوزو النهار هو هذاك. بصح ونتمنى من الله الكلمه ياخذها السي العربي من ورايا انا، ياخذ كلمه السي العربي. شكرا اخويا حمزه. السي العربي السي العربي قول لنا شي كلمه طيبه. سي حمزه سي العربي بالجميع نهار كبير هذا تبارك الله ملي اجتمعنا في هذا السي العربي. هاد البلاصه كيقولوا ليها النويبوس. نويبوس واحد الموقع راه حنايا كنجتمعوا فيه الحباب ومجتمع ديال الحباب هذا ان شاء الله. خونا العربي راه تيقول عليك الحمد لله راه مجتمع بالنسبه للمشاهدين الناس اللي كينتميو لاخره لا زونا ديال الكاستيا لا مانشا اللي خاصو شي حاوليه في العيد الكبير السي العربي. شكرا خويا. وانتم كتشاهدوا هو الدليل، ما كاينش الشحمه بزاف ولكن تبارك الله داك الشيء في المستوى. العربي صديق رويشه. نعم اللي بغى يعلم راه رويشه المرحوم المرحوم. الكلمه الطيبه قول به اولا الزداي. شارجي الخبره ما حصلني بلوك اخرى غنبداو نديرو ابوني ما تنساوش فيديوهات هيدي شنو الجديد ان شاء الله السيمانه الجايه ان شاء الله. هذا راك طافي ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه السلاده درناها. السلاده كبيره عطيتي لي السلاده كبيره هنا. ايوا كما تشوفوا ان شاء الله كاينين جوج انواع ثلاثه رقيقه وثلاثه غليظه. حط لي واحد مني كيبريباري باش يقاد فيديو. محمد لا لا غنخليها ولا تعطيها عباس بطريقه احترافيه. الكلمه الكلمه نساو الكلمه خلينا نورمال. عيش 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 اللحظه عيش اللحظه اخويا حمزه عيش اللحظه. مجمعين وصافي اسم الكلمه. معنا فلان باغي يهضر على كره باغي يهضر على كره. لا كفر خليك تلعب فيها. هيا صافي صافي بريباري دابا صافي سي 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 ما تنساوناش خوينا. اخويا الاخوان تحيه 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 للاخوان كاملين هنايا. الاخوان كاملين خويا عبد الحكيم عبد الغفور اخ عبد العالي اخ محسن عبد الكريم عبد الرحيم انا اقدم قلت انا مصطفى الاخ محمد تيك توك اخ حمزه الاخ حميد اخ عبد الله الاخ العربي معنا توا حاضرا ناظرا الاخ تامي اليوم بغينا نجيبوه والاخ عباس. المهم ماشي مشكل. اخوان راكم مرحبا بكم اليوم كاملين واليوم راه نهار كبير.
السلام عليكم المشاهدين. هما اللي نهار جميل هذا الحمد لله رب العالمين. الدراري ما تنساوش لايك جيم اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وغادي ان شاء الله كل سيمانه نبقى ندير لكم فيديو بحال هكا ان شاء الله. ما تخليكم معنا، هذه غير البدايه ان شاء الله. حنا ان شاء الله وعدناكم باش يكون هذا الشيء ماشي اول فيديو، غيكونوا حلقات ان شاء الله. هذا البرنامج كنسميوه مستر شاف اوروبا. صافي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.